كان من المفترض أن تعقد الجلسة في الساعة الواحدة ظهرا، ولكن هنالك يعني مشاكل كبيرة بين الكتل السياسية، ولم يتم تصفير جميع الخلافات بين جميع الكتل السياسية. يبدو أن المناخ السياسي غير ملائم كان سابقا، أما الآن هنالك اجتماعات مكثفة منذ يوم أمس ولحد هذه اللحظة هنالك أكثر من 7 اجتماعات عقدت. الاجتماع الأول الذي عقد في منزل رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي، ومن ثم تلاه اجتماع في منزل هادي العامري وفي منزل حيدر العبادي للاتفاق على جميع البنود السياسية، ولكن على ما يبدو لا يوجد هنالك أي اتفاق، ولم تتوصل جميع الأطراف السياسية إلى أي اتفاق حول إمكانية الأقليم. من الممكن جدا يعني أن تمرر الموازنة بعد الاتفاق على جميع البنود. الاتفاقات المسبقة بين الأقليم وبين المركز تتضمن أولا أن يتم تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي أو عبر منفذ جيهان، ومن ثم تكون وارداته إلى حساب بنك معتمد لدى البنك المركزي تتصرف به الحكومة في بغداد، ومن ثم يأخذ الإقليم نصيبه من هذه المبالغ على حسب الموازنة. وبالتالي هذه المشكلة الكبيرة التي تواجه الإقليم والمركز. هنالك طرف آخر يا رياض يقول إن من الممكن جدا ومن المرجح جدا أن تكون بغداد تمضي بموازنة بأغلبيتها والتصويت بعيدا عن الأطراف الكردية، وهذا ما يشكل يعني خلاف على الاتفاقات السياسية المبرمة مؤخرا. بالإضافة إلى أن يا رياض لم تصل الموازنة إلى اللجنة المالية، وهذا مخالف للنظام الداخلي. من المؤكد جدا ومن المفترض جدا أن تصل الموازنة قبيل الجلسة ب48 ساعة حتى يتم التصويت داخل اللجنة المالية، وبعدها يتم إرسالها لرئاسة البرلمان للتباحث في هذه الميزانية. هذه إشكالية كبيرة تواجه اللجنة المالية وتواجه أعضاء مجلس النواب وتواجه أيضا التوافقات السياسية التي أبرمت قبل فور تشكيل الحكومة والآن. نعم. طيب مهدي، دعنا نتحدث إذن في حال وجود كل هذه المعرقلات، هل هناك جهات تحدثت عن الطعن في الجلسة أن عقدت في هذا اليوم، أو حتى تحدثت عن وجود حراك لمقاطعة جلسة مجلس النواب لهذا اليوم؟ يعني لا يوجد طعن. الطعن موجود عند وزارة المالية، قالت إن إذا غيرت اللجنة المالية وغيرت القرارات الحكومية صيغة النهائية لهذه الموازنة لمسودة الموازنة سنلجأ إلى الطعن. الطعن خارج مجلس النواب. هنالك الكثير من الشوائب تشوب يعني مسودة الموازنة حسب مراقبين سياسيين قالوا اقتصاديين عفوا قالوا أن الموازنة بها كثير من الضرائب، ضرائب على جميع مشتقات النفط تشمل من 1% إلى 10% على البنزين وعلى الغاز وعلى النفط، وهذه بالتالي تؤثر على كاهل المواطن الذي يترجى من الموازنة أن تكون حليفة له وأن تكون يعني مع المواطن. بالإضافة إلى الضرائب على رصيد الهاتف النقال، عندما كان يعني ربما ستكون الضريبة 10% ويكون الرصيد ما يعادل 6.5 أو ربما 7,000 دينار إلى الكارت الواحد، وهذا أيضا سيثقل كاهل المواطن العراقي الذي يترجى أيضا من الميزانية أن تكون حليفة معه. هذه يعني لم تتطرق إليها اللجنة المالية، وهنالك أيضا يعني كانت مشكلات حصلت بين جميع أعضاء مجلس النواب لأن تكون الموازنة خالية من الضرائب، ولكن حدث على العكس تماما. نعم. طيب بدأنا ننتقل الآن إلى ذي قارة وتحديدا إلى مرسلنا هناك نور السعيدي. أهلا بك نور، ما هي تطلعات المواطنين لديك خصوصا وأن المجلس وهو مجلس النواب العراقي على بعد ساعات قليلة من احتمالية إقرار مشروع قانون الموازنة؟ تفضل. نعم، تحية طيبة لك زميلي رياض ولزملائك شبكة المراسلين. يعني اليوم يتأمل الشارع في ذي قارة إقرار الموازنة بكافة يعني بنودها. هناك الكثير من المشاريع المتعطلة في محافظة ذي قار، إن كانت على مشاريع وزارية إن كانت على مشاريع تنمية، وكذلك بعض من مشاريع صندوق إعمار ذي قار، هذه كلها متوقفة على إقرار قانون الموازنة. هناك تظاهرات أيضا بين الحين والآخر من قبل الخريجين، من قبل خريجي الكليات وخريجي المعاهد التقنية. كذلك يعني اليوم كانت هناك تظاهرات للمتقاعدين للمطالبة بزيادة رواتبهم. يوم غد أيضا ستكون هناك تظاهرات لموظفي دوائر الدولة للمطالبة بزيادة رواتبهم. كل هذه هي متوقفة على قانون وإقرار الموازنة. اليوم يتأملها الشارع في محافظة ذي قار بالسرعة الممكنة، وهناك دعوات من قبل أهالي الناصرية إلى أعضاء مجلس النواب بإقرار الموازنة بالسرعة الممكنة. يعني رياض دعني أقول لأحد المواطنين السلام عليكم. تداعيات الموازنة، إقرار الموازنة. الموازنة العامة بصورة عامة، هو تنطبق وقت السبب موازنة، كلمية أو سرية.
جديه بالموضوع. يعني الخطاب اليوم ما دفاع اخواني، احنا طبعا على طريق مسدود وما نؤمن بما لا يحصل بالنسبه للحكومه، ما يكون شاغل هي مناصبهم ومناصبهم ومناصبهم الشخصيه. اما الشعب العراقي لا شيء عندهم. اليوم الشعب يريد تعيين، اليوم الشعب يريد تعيين. اكو مشاريع ما زالت متركيه من 2003 و2004 لحد هذه اللحظه. الوزارات يقدرون يدعمونها مثلا، هذه الموازنه تشمل بعض الوزارات اللي هي تمس المواطن، هذا اللي نحتاجه احنا من الحكومه. احنا ما زلنا نطالب وحراك شعبي مستمر، وتظاهرات الايام القادمه مستمره اذا كانت الموازنه لا تشمل سلم الرواتب، زياده الرواتب، لا تشمل الاستفادة اللي هي تمس المواطن بصوره مباشره، اما تنتج اليوم يكون النافع يعني ضرائب على المشتقات النفطيه اللي راح يزيد من كاهل المواطن اليوم حسب ما تدعي بان المواطن تكون هناك ارتفاع باسعار التغذيه والصادرات. اليوم المواطن ما يتحمل. نعم. طيب نور إذا كنت تسمعني. نعم. طيب دعنا نتحدث، هل يجد أهالي ذي قارة أن بنود الموازنة تنصف المحافظة باحتياجاتها؟ يعني لغاية هذه اللحظة يعني هناك تأمل كبير من قبل أهالي الناصرية بضرورة إنصاف هذه المحافظة باعتبار محافظة ذي قارة من المحافظات المنكوبة، يعني عانت ما عانت خلال منذ عام 2019 لغاية هذه اللحظة. يعني ذكرت قبل قليل هناك مشاريع متعطلة يعني منذ عام 2003، هذه مشاريع وزارية ومشاريع كبيرة في محافظة ذي قارة، كانت مشاريع أيضا حتى صحية ومشاريع الأبنية المدرسية في محافظة ذي قارة. نعم لازم. نعم. طيب دعني أنتقل الآن مباشرة إلى أثير من البصرة، أهلا بك أثير أيضا معنا في هذه النشرة. نتحدث بداية ما هي أهم مطالب الشارع البصري على أبواب إقرار الموازنة، وأيضا كيف يمكن أن تنعكس الموازنة على الواقع الاقتصادي لمحافظة البصرة في حال إقرارها؟ تفضل. نعم مساء الخير زميلي، تحية لك وللزملاء مهدي ونور. بالحقيقة البصرة أيضا هي من المطالبين بأن تكون هنالك إسراع في إقرار الموازنة لهذا العام، بالتالي أن تكون هنالك مشاريع خدمية في مختلف القطاعات. أهم هذه المشاريع التي ينتظرها البصريون طبعا هو مشاريع تحلية المياه، باعتبار أن البصريين متضررين من هذا القطاع الذي أدى إلى حالات تسمم ومرض، وأيضا يعني حالات كثيرة من الأوبئة التي انتشرت في محافظة البصرة بسبب رداءة ويعني شح المياه في المحافظة. بالمقابل أيضا هنالك عدد من المطالبات بأن تكون الموازنة منصفة لمحافظة البصرة ولجميع الشرائع خاصة، وأن هنالك من ينتظر إقرار هذه الموازنة من الموظفين الذين تعطلت يعني أمورهم المادية والإدارية بسبب تأخر الموازنة، وهي العلاوات والترفيعات وأيضا بعض الحوافز والأرباح التي توزع على الموظفين في يعني مختلف الدوائر الحكومية. وبالتالي طبعا هنالك مطالبات أيضا ومظاهرات لبعض الموظفين الذين يعملون في مصافي الجنوب وأيضا في مديرية أو شركة توزيع المنتجات النفطية بسبب يعني استعداد الحكومة لفرض ضرائب على برميل النفط الخام الذي تصفيه المصافي وأيضا يوزع عن طريق المنتجات النفطية، وبالتالي سيقلل من أرباح هذه الشركات وسيكون متضرر طبعا هو الموظف. وأيضا هنالك حقيقة حاجة لعدد من المشاريع، إذا تسمح لي أن أوجسها مع أحد المواطنين هنا في محافظة البصرة الرياض. تفضل. نعم. السلام عليكم. السلام. ممكن تعرف حضرتك؟ أول شيء مساء الخير لك احنا استاذ احمد، يعني درست اضاف كبصري حضرتك، شنو اهم المشاريع اللي تترجاها من الموازنه واللي تحتاجها البصره في هذه الفتره بالتحديد؟ مو بس اليوم اذا اريد نحكي شنو يحتاج البصره لو شنو يحتاج العراق، العراق يحتاج انتقاله جذريه. يعني احنا اليوم نشوف مماطله يعني بالموازنه ما نعرف شنو السبب، انه هو كل من يريد حصه وكل من يريد ياخذ جزء من الموازن. لا احنا اليوم مقبلين يعني على انتقاله جذريه من في الاوان الاخير، انه ذكر رئاسه الوزراء السيد محمد الشيع السوداني انه راح يكون انتقاله كبيره من
صفقة الحديد من كل الطاولة تركيا وغيرها الأمور هاي. فإحنا اليوم نتمنى لكم ما طلب أنه اليوم ساعة 8 أنه أوكي تقرب الموازنة كيف اليوم البيئة تشوف إحنا فيها متردد خدمات ما موظفين جاي يعانون قلة الرواتب يردون تعديل سلم الرواتب. يعني اليوم أنا موظف مثل ما ذكرت أنت قبل شوي المقدم انه هو اكو مصف شعب وتعديل سلم رقم اي يعني انا اليوم اشتغل 14 ساعه 18 ساعه 10 ساعات اوكي السلم رقم قليل بيس يوم اتمنى انه هو يكون قليل راتب استحقاقي الي اضافه الى انه هو اجار صحي. احنا اليوم جاي نشوف المرافق الصحيه المستشفيات سوء خدمات عدم اكتمال المستشفيات عدم تجهيزها بالتاكيد صديقي هو احمد شكرا جزيلا لحضرتك ويعني انتقل ايضا الى الزملاء في الاستوديو ايضا طيب. هنالك حقيقه مشروع كبير ينتظر المصريين وهو طبعا ميناء الفاو الكبير ويتمنون ويترجون ان تكون طيب اثير اذا كنت تسمعني ايضا بسؤال اخير وباختصار الحلم الذي يتمناه المصريون والعراقيون. نعم إذا كنت تسمعني بسؤال أخير وباختصار شديد بالإضافة إلى ميناء الفاو ومشروع ميناء الفاو الكبير ما هي نسبة المشاريع المعطلة التي تحتاج إلى تخصيصات مالية في المحافظة والتي تعول عليها الحكومة المحلية بإقرار الموازنة للشروع بالعمل فيها من جديد؟ تفضل. نعم بالحقيقة رياض أنا اليوم كنت أتحدث مع أحد المسؤولين أو كبار المسؤولين هنا في المحافظة في هذا الصدد قال لي بأن يعني تقريبا كل المشاريع المحلية التي أقرت سابقا وتم تنفيذها هي أنجزت بالكامل تقريبا يعني إلى ما نسبة يعني كان نقول من 90 إلى 95% لبعض المشاريع القليلة هي في طور الإنجاز. لكن بالمقابل هنالك مشاريع وزارية تقريبا كل المشاريع الوزارية ودون استثناء هي لا زالت متلكئة وبطيئة ومعطلة لحتى هذه اللحظة أما بسبب يعني عدم وجود أموال أو بسبب يعني تلكؤ الشركات التي استلمت هذه المشاريع ولم تفلح في إنجازها.